بسم الله، في اول محاضرة قلنا ان المايكرو ستيشن بيرسم 2D و 3D. طيب فين الحاجات 3D؟ تيجي تبص كده مفيش حاجة 3D، تبص في القوائم كلها مفيش 3D. طيب ليه بقى؟ عشان احنا لما فاكرين اول مرة لما قلنا له احنا عايزين نفتح ملف جديد، تمام، هو بدأ بال2D، تمام، فعشان كده ما ادانيش الادوات اللي تساعدني ان انا ارسم 3D. طيب المرة دي هقول له ابدأ لي بموديل او سيد يكون 3D، اوبن، اختار له اسم مثلا 3 واقول له ايه اوبن، فتح له اهو في ال 3D، بقسم لي الحاجات بتاعتي لتوب وفرونت ورايت وايزومتريك، تمام. طيب عايزين نبدأ نرسم حاجة، انزل كده هلاقي بقى عندي سوليد وعندي سيرفيس ومش بقى اداني الادوات اكتر اقدر استخدمها. اقول له مثلا انا عايز ارسم سوليد، بيقول لي دي كلها اشكال تقدر ترسمها، وفي بعض الادوات المساعده ان انت تعمل ديليت مثلا لجزء، ان انت تحط موديفاي، ان انت تد يونت، ان انت يعني في اماكن امكانيات ان انا اعمل حاجات كتير قوي. اقول له انا عايز دلوقتي ارسم مثلا البيراميدز، الهرم، هاجي في التوب وابدا ارسم الهرم بتاعي، ماشي، وابدا احدد الارتفاع بتاعي، وممكن اخليه بالشكل دوت او ان انا اخلي القمه بتاعته بالشكل دوت، تمام. ممكن اقول له انا عايز ارسم سلندر وابدا احدد نص القطر بتاعي وابدا احدد هيمشي قد ايه بالشكل دوت، تمام. ففي امكانيات كتيره جدا ان انت بترسم الاشكال زي ما انت عايز وتبدا تعدل فيها. وتعدل فيها وتعدل زي ما انت عايز وتبدا تدمجهم مع بعض وتبدا تفجر نفس الامر اللي موجوده في اغلب برامج ال 3D. طيب ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اعرضها بشكل مختلف، انا عايز الهيدن لاين، عايزه موديلنج بالشكل دوت، انا بغير الكيفية اللي هيظهر بيها الشغل بتاعي، السموث عايزه مثلا يبقى بشكل شادو، فتقدر تغير اللوحة لو انت عايزها الهيدن لاين تبقى عاملة ازاي، الفيلد هيدن لاين، الواير فريم. عندي امكانية ان انا اشوف كل الحاجات ديت، ممكن اعمل اكبر الشكل وابدأ اشتغل عليه عادي او اصغره بحيث يبقى عندي بالشكل دوت، فتقدر تشوف كل النواحي بتاعت الشكل، شايف في التوب وشايف في الفرونت والرايت والايزومتريك.